مش فادورة، هذا الاسم سمعته في البلد الذي أسكن فيه. قبل عدة سنوات جئت إلى تركيا بقصد زراعة الشعر، ولكن بعد مقابلة الطبيب في أحد المشافي تراجعت عن فكرتي ولم أزرع. لكن هذه السنة اتخذت قراري بزرع الشعر، ووقع اختياري على مشفى دورة، وقد تبين لي أنه كان الاختيار الموفق والصحيح لذلك. فالعمل الجيد والاهتمام الذي يقدمه الأطباء والعاملين في هذا المشفى وحده كان كافٍ لإرضائي، فأنا أنصح الجميع بالقدوم إلى هنا مشفى دورة.